إنك بدن تدو بقوله قيس الدين راه السلام أركانا كم إذا قيسك كل دقن كام كعلي حسين أي ساكل قارسي يديق راشين أو يقص الدقن شعب كرير كويت راشين كانوا ككم لبريس باست سنكر سليد تمر يولي بعانا يادت كني لوق قيبي فقارا كم إذا كام كعلي حسين بحين تديق دني لوق قيبي نيجي قيسك بركة عياش يدقن كام كعلي حسين وحاك سو قيب قلي سركال كسعودي حفيز كسمان فلك مدحتو يدا سراكيل كلاوكا سعوتي شعب كدلك الكويت يولي بسراكيل كسعوتي أورك فولي قيبين تراشن كنين مصنع مامل كقول كي يولي بسراكيل كلاو يغن كسعوتي ورور هذا بلشد يقول كنتوك دير انتيان لغو ريشن ديق داني داد كدير تاية ديقين كام كعلي حسين اي ورباين تلاح اللين سراكيش الرير كويت يو شعب كدلك الكويت كسوروري ديق داني محمد نجار او كميدة سراكيش الرير كويت ديق داني سيدي اياد وقم هاد عليه سيدي في عناد النبات قليه دا حيد اللو سودوه يسلام اركان اي كوريتشيان ديق داني ايو سيدي ولا لهو دي كسو براك عيسو مالي لان وعيسو قنا كلمت كومان وربعين توجي دي سركال كسعودي حفيز كسما فلك مدحتو يدا مستر سعيد عبد قبوبي وعنو شيقين ديق داني اي كدن بيسي كدن مركي مامل كقبل كوكي ميد قيل الدان اي كعد سنة يعني انقرقار لسو قارو كام كبرك عياش اي دنير تو اي دقين يهين يدو كام كانين او وهابو يلي كام كيو قوشي العسان عمو وطبرت الدرنا اي قيل الدان تو قبض النقسو قاري سي سيدو كلاوحو سركال كريو مهد عليها يدها كقيب غاتي صورورين تأيفولين تبرنامج كان خيري سركال كاني كسعودي حفيز كسما فلك مدحتو يدا اي ادين عكلا حسي عندما انقوال لدى دلك اي سماين يعني سيدو ويالي سلام اركانا حفيز كسما فلك مدحتو يدو آنو كو كوبلان دورين مدحتو يدا اي هر قيسو كلياتا دكتر محمد حسن حاشا ويساقنا قدوميها غرور كمصنو يسومالي لان اي آد وما نقاي شعب كرير كويد اي قرتين اي واحتران اي سلام اركانا وسو قرمدان ولا له دو كسو قحي سومالي لان قارهان قول كان توقدير isagoo dhanka kalena u mahadceliyay xafiiska samafalka madaxtooyada uu sheegay inuu yahay xafiiska ugu muhiimsan ama meelaha ugu muhiimsan ee qeyradhaanta dadka tabaaleysan markiiba ka jawaabta waxaanu ku ambaliyeeyay ballaarinta ay ku sameynayaan xafiiskaasi markii hore ku koobnaa buu yidhi madaxtooyada oo keliya wuxuu sarkaalkani xuseen ururkoodu ka shaqeeyay taakulaynta bulshada iyo dadka jilicsan isla markaana uu dugsiyo iyo goobo kale oo muhiima ka furay gobolkani togdheer badhasaab kuxigeenka gobolka togdheer عبد الدائر حسن ويسوغنا ورباعين تلاحظ لي ايا حسين يسودو وينيان عند كستو معاونا يقرقار ولا سعطة دادك كتبا ليسان قول كان انتوغ دير سيدوك لوحو بدا سابكو حيقين كسودو ويهي فوريتان كحافيس كيسما فالك من احتو يدا اي كفور يسوغو ولادا دل كوردان يدو غور رينبا مال ماها سو سعودا مارا ايا حافيس كان يسو مقا عابدون تبو يدي اسودوه قول كان بدا سابكو حيقين كوحو كام كان علي حسين كتل مامينو يهي كوغو talka daran kaamamka qaxoontiga ee gobolkani waxaanu xuseeynay ku nool yihiin qoysas kar u dhaafay kun qoys oo dhamaantooda dadkii soo barakacay iyo kuwii xooluhu ka madheen ee ku caydhoobay abaarihii iyo dagaaladii kala duwanaa ee dalka soo maray ugu dambeyntii qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyey deeqdan ayaa shacabka dalka kuwait aad ugu mahadceliyey deeqda ay soo gaarsiiyeen waxayna ugu duceeyeen in ilaahay ka abaalmariyo ciddii ka soo qaaday iyo ciddii saaka halkan ku qaybisayba iyagoo sidoo kale xuseen baahiyaha xaafadan inay aad u badan yihiin balse mar walba wixii la helo ay uga mahadcelinayaan cid kasta oo ilaahay ugu soo dhiibo iyagoo gaarsiiyey dadku u baahnaa in wixii ilaahay ugu soo dhiibay iyagoo gaarsiiyey mudane iyo marwaba iyagoo gaarsiiyey waxaan ilaahay mahadsanaa waan ka gudoomanay si wanaagsan oo garanaysa ayaan uga gudoomanay sidaa darteed waxaan uga baahannahay wixii kale garanaysa ilaahay inoo soo dhexmariyaba ilaa dhismayaal oo dadku ay iska jilcisayna xagga dhismaha xaafadaha kalena la gudoomana waaladiina loo dhisin guryaha oo la gaarsiiyey taana waxaan uga mahadinayaa iyagana si dhaqsale oo degdeg ah ما مركب جوري سيدقدن أي سو قارسيان شعبك يدولة دلك الكويت ضد كتب على سن سومالي لان مصطفى إسمان عبد الرحمن مصطفى تيتر شبكة عالمي جاير ونا نيوس مجال ذا برع